الصبوحة، حيث وجه الدعوة للرابح معنا بالحلقة الماضية إنه يمضي ساعة أو أكثر برفقتها. أقولكن كيف كانت هالضيافة؟ خلينا نشوف سوا بهالروبورتاج. بدنا نمضيها عنا بالبيت تاكل مجدرة وتبولة، وأنا بدي أعملهم بإيدي. إي ولو أكيد يطلعوا طاقين. افتكرت بدك تقول لا كمان. أه ولو. إذا الصبوحة رح تعزمك. مرحبا يا حبايبي يا حبايبي. وتاني يوم كانت صباح على الوعد والموعد. وعيت بكير، حطت المجدرة على النار، اهتمت بجمالها وردت على أول اتصال. شو حياتي؟ نقت شي سبور خرج المطبخ وشخصياً تابعت تحضير المجدرة. تفضل يا جار، لقينا على الصبحية مجدرة على النار عم بعملها بإيدي. جورج بكر كان عم يبصر المجدرة بنومه، وصل على الحزمية مش الظهر قبل الظهر، واستقبلته صباح بكل مودة وترحاب. ما هو ضيفة. أهلا بجورج، كيفك؟ تعرف تقشر بصل؟ يعني تعال ساعدني شوي. طلع جورج بيعرف شوي. بعد نص ساعة بالمطبخ وصلوا طوني ونور تقريباً قبل الغداء بشوي. أهلا سهلا. شو إن شاء الله جاي تتغدى بس؟ يلا لا جايين على الغداء نحن. لا بتعرف ساعدني ما في. شو مناسبة؟ يلا البصل البندورة. شو بدك؟ لا فضل البندورة. وصارت قصرة البرنامج بالمطبخ. صباح بدك اياهم رفاع ولا هودي شو؟ بندورات كيف بدك اياهم؟ لا لا شو بدك اياهم؟ للتبولة لشو؟ لا 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 بتكلي علي انه عم بلغت اليوم اكيد فبطلبوا مني شيء هي. قص البندورة بلش مع طوني وكمل مع نور، وجورج بعده غرقان بالبصل. هلا المهم الجلي عمين ست صباح. لا مش علي. الجلي عمين. البنت اللي ما وعدنا هو جلي كمان بده يمشي بمعده. خرج المدعوين من المطبخ، صفوا الاطباق على الطاوله، وكان الغدا مؤلف من مجدرة جورج وتبوله توني ورزعة دجاج وباذنجان بطحينه وسمكه مشويه. سفره بتشهي والمخرج ما وصل. عصافير بطني بزقزقه. وأمام الأمر الواقع بدأ الغداء بمن حضر. وقبل بدء العد العكسي انضم المخرج سيمو أسمر لغدا الصبوحة. عملتكم كل حال؟ نعم. احنا عملنا. السمكة هنا لوحدك. ممنوع حدا يدفئها ما تجي. ممنوع حدا يدفئها ما تجي. يي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 
وينك؟ والله شو هالجمال؟ شو قال طبختي ونفختي ونشروها؟ كلها بتاكلوها؟ ايه خايفة كلها؟ ما بلشت في مع رز لبن مع رز بصل. بعد نص ساعة بيعرف الجواب. بعد الأكل افتتحت الصبوحة الحلو بكنافة وانضم لإلى المعزومين، أما جورج فهيدا وضعه أكيد خلص، لا بقي شي، بقي أثار السفرة وبقي غسل الصحون. فضل الشيخ مين بده يجلي؟ جلع جلع عليك عليك ولا هو عليك. إيه أنت بدك تجلي وأنا أنت وعدتنا بالجلي. أنت بتنشف؟ لا نور بتنشف. هلا مين بده يجلي؟ معقول؟ لا بس انت مش هون التناجر. وانسحب الجميع تكتيا على الصالون. شكرنا صباح على الغدا الطيب وببسمة طيبة ودعتنا على البيت.